اتجهت الأنظار في بطولة نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر إلى اللاعب الجزائري رياض محرز صانع فرحة الجزائريين والعرب وذلك بعد تألقه اللافت الذي بصم عليه في الكان. من أبوي المهاجرين الجزائري ومغربي وبيضاوح مدينة باريس ظهرت موهبة رياض محرز بعدما اكتشف والده لمسته الكروية حيث قرر تسجيله في إحدى الأندية الصغيرة في قسم الهوات في مدينة باريس وعمر رياض محرز لم يتجاوز بعد 8 سنوات. ولد محرز في فرنسا في 21 فبراير 1991 من أب جزائري وأم مغربية وفضل حمل قميص منتخب تعاليب الصحراء من أجل تحقيق حلمه وحلم والده الذي رحل وهو يتمنى أن يراه نجما في الملاعب الخضراء. ومنذ الوهلة الأولى تنبه له معلمه أنه موهبة تستحق الرعاية وكانت تخميناتهم تنبئ بوصوله إلى عالم الشهرة والنجومية إن صار على منهج الاجتهاد وحسن العطاء والانضباط وهو ما تحقق في نهاية المطاف. وتشاء الأقدار ألا ينعم الأب بمشاركة ابنه رياض تألقه الكروي ونجوميته اللامعة حيث فارق الحياة عمر رياض ليتجاوز 15 عاما لتتولى الأم المغربية المسؤولية بثقل مضاعف فهي لم تقتصر على أشغال البيت وشمرت عن ساعديها لضمان لقمة العيش لأبنائها الأربعة أكبرهم رياض. إنها فاطمة المغربية ابنة مدينة وجدة التي وجدت نفسها في أرض المهجر تتقاسم الحياة مع زوجها الجزائري لكن أمنياتها لم تتحقق إلا بتعاون معه للوصول إلى أبعد محطة في الحياة. ووصلت فاطمة كل أنواع التضحيات لتربية أبنائها والسعي على توجيههم نحو غد أفضل وحافظت على مسار رياض المتشبع بهواية ممارسة كرة القدم. وفي السنة 18 التقطت الأعين التقنية الفرنسية مؤهلة اللاعب رياض محرز لينضم لنادي نوهافر. من هنا كانت بداية تألق وتوهج كروي لتتهافت عليه عروض الاحتراف من أعلى مستوى وكانت وجهته الدوري الإنجليزي ليحط الرحلة في نهاية المطاف بواحد من أشهر الأندية العالمية ونعني به فريق مانشستر. وأن تصبح لاعبا عربيا من طينة محرز رسميا ونجما متألقا في صفوف هذا النادي فتلك منتهى النجومية. عطاء اللاعب محرز المتميز بفريق مانشستر جعل المسؤولين عن المنتخب الجزائري ينادون عليه لتعزيز صفوف المنتخب إن صار على الفور لتلبية طلبهم دون تردد ذلك منذ سنة 2014 ليبصم على علامة التألق بكل صفات فنية كرة القدم وما قدمه من أداء كروي متميز خلال نهائية كان 2019 يبقى خير دليل على نجومية هذا اللاعب المتألق. ولقد جعل اللاعب محرز من والدته سنده في الحياة فهي تعيش معه بالديار الإنجليزية. يقول محرز منوها بفضل دعم أمي له والدتي المغربية وفضلها كبير على نجوميتي لكونها حرصت على الاهتمام بي وبموهبتي الكروية وحافظت على رغبتي الجامحة بتعلق بكرة القدم بالرغم من الظروف الاجتماعية الصعبة التي اجتزناها في مرحلة هامة في حياتنا. أثار الرئيس بولحي حارس منتخب الجزائر تساؤلات عشاق كرة القدم بارتداء قفازات مدون عليها اسم عائشة خلال مشاركته في مباريات الخضر ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر. الرئيس بولحي حارس منتخب الجزائر يرتدي قفازات مدون عليها اسم عائشة في إشارة إلى والدته الراحلة والتي توفيت في غشت 2010. ويعد الرئيس بولحي من أبرز حراس المرمى في النسخة 32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى الجمعة المقبل ولم تسجل شباكه سوى مرة واحدة منذ بداية مشوار منتخب الجزائر في المونديال الإفريقي. وبدأ المنتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا بتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بالدور مجموعات على كينيا والسنغال وتنزانيا ليحجز مقعده في الدور 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط. نشر رياض محرز لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم أمس الأحد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رد من خلاله على جوليان أودول القيادي البرلماني بحزب التجمع الوطني الفرنسي الممثل لليمين المتطرف الذي تمنى هزيمة المنتخب الجزائري أمام منتخب نيجيريا من أجل توقف الاحتفالات بالعاصمة الفرنسية باريس. وفور نهاية المباراة بانتصار المنتخب الجزائري مباراة نهائية رد قائد منتخب الجزائر على القيادي في حزب التجمع الفرنسي قائلا هذه الركلة الحرة مهدية لك يا جوليان أودول نحن جميعا معا في إشارة إلى الجزائر المقيمين في فرنسا. كما أضاف قائد محارب الصحراء تعليقا آخر يشير فيه لتغلب كرة القدم على الكراهية.
وكان جوليان أودول دعا قبل بداية مباراة الجزائر ونيجيريا إلى تشجيع المنتخب النيجيري متمنين الفوز لهذا الأخير لتجنب خروج الجزائريين احتفالا بالإعلام الجزائري في شوارع فرنسا، خاصة وأن المباراة تزامنت مع العيد الوطني الفرنسي. تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب جزائري وهو يعبر أمس الخميس الحدود بين مدينتي وجدة ومغنية والدخول إلى الأراضي المغربية التي لا تفصلها على جار الجزائر إلا أمطار معدودة، من أجل الاحتفال مع المغاربة بتأهل الجزائر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم. ووثق الفيديو لحظة عبور شاب جزائري لمعبر الحدود وهو يجري وسط تشجيعات المواطنين المغاربة وإخوانهم الجزائريين الذين صفقوا لمبادرة الشاب. من جهة أخرى احتفل المغاربة والجزائريون على جنبات الحدود المغربية الجزائرية واد كيس في مدينة السعيدية بتأهل الخضر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم، رافعين الشعارات تعبر عن مدى العلاقات الإنسانية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وظهر العديد من المغاربة وهم يرتدون أقمصة الفريق الوطني الجزائري إضافة إلى حملهم للعالم الجزائري وهم يصدحون بشعار خاوة خاوة ماشي عداوة، هو الهاشتاغ الذي أطلقه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي. خليه